لا نعمل وكيل وين والوكيل وين باش تراو فعلكم راهو سامي الفهري قناة صحيح وتراو وتحسوا هكا ودرجني راه بالرسمي ما عنده حد عنده المحامين نتاعو عنده عائلته وعنده الناس اللي تحبه وعنده انتوما الشعب بالحق يقفوا مع الراجل يقفوا مع الراجل بارتاجيه ويقفوا معاه مظلمة قاعد يتعرض لها يا خويا كان عمل يخلص يا محقوا معاه مش مع حكم عليه شيء 14 شهر وهما يحقوا 14 شهر وهما يحقوا دخل خرج للحبس دخل خرج للحبس حتى من الحرام حرام في ديننا حرام ظلم وكما قلت لكم راهو بالحق راهو قانونيا لازم يخرج وتصحك بطاقة الإفراج نتاعو راهو عنده عائلة راهو عنده صغار عنده عائلة وعنده صغار وبشر زيادة بشر شنو باش يحس هو غادي وما يحكي وما يوصلوا حتى حل ونعملوا لهم عملة ليه ما نسبش نعملوا لهم عملة باش نعملوا لهم برشا عمايل وما نسبش نسكتوا وما هيش باش تتفض الحكاية وباش باش نساعدوا فيها الحكاية ومش كان سامي الفهري سامي الفهري ولا غيره وانا واحد من الناس اللي يتعرض للمظلمة كيما هكا نحكي وما على باليش وما يهمنيش معناها نقابل ربي نهار اخر نبدا فرحان وضميري مرتاح جيت مع الحق وجيت مع كلمة الحق كيما الاولاد عزتها 30 سنة كيما في القضية هذه اللي قاعد يصير عيب وحرام واللي تحب انت وشي محامين باهتين شيء ما يتصدقش ويرحم والديكم بارتاجيو الفيديو خلينا نقفوا مع الراجل ويرجع لمرته وصغاره كان عامل حاجة حتى يخلص يا خوي علاش تحطوا 14 شهر خوي بالقانون لازم يتسيب ويقعد في الحبس لا تربحكم ان شاء الله لا تربحكم ما عندكمش ضمير ما عندكمش انسانيه لا تحسوا بدموع امه لا تحسوا بدموع مرته لا تحسوا بدموع اخته لا تحسوا بدموع صغاره وينش تراو فعلكم قدام ربي